تخيل حضرتك ضربه تنزل على دماغك بالشكل ده وانت قاعد او انت ساقط على الارض بالسلامه. الراجل ده محتاج غرفه انعاش في الحال لان الموقف مميت جدا. للاسف المره دي الموقف صعب قوي قوي، وهو وانت قاعد على الارض او حد بتتخانق معاه ضربك. ايوه هوب راح وقعك على الارض وهوب جه ايه اوف. ده اللي حصل للشاب للاسف. لو هتلاحظوا حضراتكم ان اسوأ شيء عمله هو طريقه البلوك بلوكينج او الصد. عمل ايه؟ فتح ايده بالشكل ده، ايده كانت مفتوحه تمام. فاوعى حضرتك تعمل الغلطتين دول مع العصا او الثلاث غلطات دول. الغلطه الاولى انك ايدك تكون رايحه اتجاه بعيد العصا ومفتوحه كده، هتنزل على دماغك كسر في الجمجمه الله يرحمك. الغلطه الثانيه انك تروح بايد واحده بس ومتنيه كده اوف، كسرت العظمه بتاعتك، عظمه الزند وعظمه القعبره بتاعتك تمام. الغلطه الثالثه بقى انك تصد العصا وتثبت بالشكل ده، تفضل ثابت، فالعصا هتنزل على ايدك وهتنزل على دماغك. طب ايه الصح؟ وجهي بالكامل لازم انقذه او راسي. انا دلوقتي على خلاف مع شخص ما وشفت اهو حد هيضربني بالعصا، يلا يا جو، بس هنا دلوقتي هو عشان يضربني لازم يرجع ورا. طيب الضربه دلوقتي نازله عليا، الطريقه الاولى تعمل ايه؟ بص معايا كده، لازم تروح بكف ايدك الاتنين مفتوح واتجاه وجهك كده زي ما انا عامل كده اهو. تاني بصوا كده حضراتكم، لما اجي هروح قصاد وجهي ازاي اضرب يا جو يا جو؟ ايوه يبقى انا في مستوى وجهي وايدي اسمعيا. ها جامد 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 جامد. ايوه لاحظوا بقى حضراتكم اني انا رحت معاها علشان اقلل القوه، يعني ما تعملش كده وتروح متاخر اوف وتعمل ايه؟ كشكشه، تكش كده على جسمك، ما تعملش تقلص على جسمك بالشكل ده، لا روح مع ضربه العصا اهو كده انا القوه اللي جايه لك. طيب الطريقه ديت انت هتصد وهتحمي وجهك لكن كف ايدك هيوجعك. ناخد الطريقه الاخرى بقى وهي ان العصا مش هتيجي فيك خالص. الطريقه الاخرى بقى حضراتكم بروح بدراع واحد بس كده اهو مفرود تمام. ليه مفرود؟ علشان العصا تنزل كلها خط واحد. بص رايح زي اهو رايح كده، اوعى تروح بص ها كده او غلط لا ها اهو. او الافضل ممكن برضو اعملها بالايد اللي بالشكل ده. بص معايا بالشكل ايه ده، شكل كده ايه علوي صاعد. ها هيضرب يلا 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 اهو واحد تمام، اضرب جامد 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 اهو اتنين. شايفين هنا بخلي العصا يحصل لها ايه؟ تزحلق. يلا ها بص شباب تاني خش خش ايوه واحد ها اجين 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 ها اثنين. الطريقه اللي قبلها يلا 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 اهو الكف، لكن الطريقه الافضل اللي اتكلمنا عليها يلا يلا اروح بالشكل ده. اول بقى ما انا اعمل الوضعيه دي بعدها ايه بقى اللي هيتم؟ بصوا معايا دلوقتي انا قاعد شفت حد هيضربني ايوه اهو حلو، او بكف الايد زي ما اتفقنا اهو اروح على طول ماسك ولافف بالشكل ده امسك العصا. لما امسك العصا بقى هنا بالشكل ده اهو هضرب اهو هضرب واشد العصا وامسكها عليه. هتقول لي يا كابتن جابر انا خايف؟ مفيش حاجه اسمها انا خايف، في حاجه اسمها انت فاهم هتعمل ايه. انا دلوقتي اهو في خناقه وحد ضربني وانا عارف مع عصا ايوه اهو. شايفين دلوقتي انا عملت فردت ايدي ازاي؟ اه انا حسيت بوجع بسيط هنا لكن هقوم اكمل ما تنزلش على دماغي. نفس النظام في خناقه تانيه اهو اهو وي هيضربني بس اهي مسكتها بكف ايدي اهو اهو لفيت اهو اهو ضربت اهو ضربت شديت العصا شديت العصا بالشكل ده اهو وي ضربت. لازم تحمل ربنا شيء. يا رب نكون استفدنا. السلام عليكم.